هذا هو نيل مصر العظيم، روح الحضارة المصرية الضاربة في أعماق التاريخ. هو قلب مصر النابض بالحياة وبالوجود، هو باني الحضارة والتاريخ. عاش لنا وأمدنا بالحياة، فصنعنا على كل ضفافه مجدا وحضارة وتاريخا وتراث. وبعد أن عبرنا نهر النيل في الأقصر في طريقنا إلى البر الغربي حيث كنوز الجدود الخالدة هناك، هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من كنوز نفيسة أصبحت قبلة كل عشاق الآثار المصرية القديمة، يأتون لمشاهدتها وينقلون النظر بين لحظة ولحظة أخرى إليها. هناك وادي الملوك والملكات، هناك معبد الرمسيوم ومعبد هابو الساحر، وبمجرد أن أصبحنا هناك كان في استقبالنا واستقبال كل ضيوف البر الغربي تمثال ممنون، يقفان شامخين مرحبين بضيوف مصر من كل بقاع الأرض.